بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظ أعلنت اللجنة مشكورا عن انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي في هذا اليوم الجميل، خصوصي إبكار المحليات الأصائل في مجموع هذا الأشواط والشوط التاسع. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للمشاركين جميعهم هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. اذهب هناك الى شمك في المركز، شمك في المركز الاول، منصور بن سيف بن خلفان لغويص، النقلة على ذوق لمحمد بن خلفان لغويص السويدي، بينما اللي في المركز الثالث هناك اللي حلت في المركز الثالث من الجانب الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي هي ناصية لمسلم بن سهيل بالدليلة العامري، بينما اللي في المركز الرابع هناك سمحة سالم بن عبيد بن سالم الراشدي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس حضور شعفار بن أغلام بن موسى بن أحمد البلوشي. ينتقل إلى سادس المراكز ريم السهيل بن علي بن سعيد النعيمي، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله مياسة عبد الله بن علي بن واس الاجتبي، وفي المركز الثامن اللي وصلت ما شاء الله سلهودة علي بن مطر بن السيد علي بن عبد الله بن مطر مشميل الراشدي، نقلتنا إلى المركز التاسع حملولة سليمان بن حمد بن سليمان البلوشي، وفي المركز العاشر ما شاء الله هناك ذوق في عاشر المراكز، ولا بنقول غزر حمد بن سبيع بن سعيد الوهيبي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة. الشوط الأول يا عرب غير حساس، يا أهل الهين حساس، من اللي بالشوط الأول ما شاء الله تبارك الرحمن، 34 شعار 34 اسم حضرا من شتى ميادين الدولة للمشاركة. 2 كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط، 2 كيلومترات المتبقية من هذه المعركة، ولكنها شمقانة شمق متولها عن المركز الأول. منصور بن سيف بن خلفان الغويص عد الشعرات الغنية، فيها أغنية عن التعريف دائما في هذه الانطلاقات. ذوق في المركز الثاني محمد بن خلفان لغويص أيضا حاضرا، ولكنه البلوشي عندي كلام جميل مع هملولة سليمان بن حمد بن سليمان البلوشي أيضا حاضرا. النقل على المركز الثاني ناصي ولا الرابع ناصية لمسلم بن سهيل بالدليلة العامري. الشوط ولع مبكرا، سمح هناك من الجانب الثاني سالم بن عبيد بن سالم الراشدي حاضرا خامس المراكز، ولكن لوهيبي يعزف على وتارة أيضا مع غزر حمد بن سبيع بن سعيد لوهيبي. الكل حاضر ومغادير، أول ندى لها مغادير سعيد بن ناصر بن محمد الفهيدة المري، حاضرين أهالي المملكة يا مرحبا بشعار المملكة. النقل على المركز السابع ولا الثامن، الله يا شمق على المركز الأول اللي ما زالت تسيطر هنا مع أشواط العمالقة، ولكنها متعبة التي حضرت في اللحظات الأخيرة. مصبح بن محمد بن عبد الله حمير الغفلي، لمن هذا الشوط يا هل ترى؟ هل سوف يبقى في أرضية ميدانه؟ هل سوف يبقى بين جماهيره ومحبينه؟ يلا يا الأخويس، الكل يناديك في ميدان الطي، الكل مشجعك في ميدان الطي. شمق أيها الأخوة، منصور بن سيف بن خلفان لغويس السويدي مع الشوط الأول الرئيسي، غزر في المركز الثاني، السيد حمد بن سبيع بن سعيد الوهيبي الغويس البلوشي الحل حاضر. الله
الله يا منصور، أين أنت يا منصور؟ أين الناموس؟ أين الإنجاز؟ شمق مستمعين الأعزاء، منصور بن سيف بن خلفان الغويس، ولكن غزر حمد بن سبيع بن سعيد الوهيبي، هالمشرف هالنواميس هالإنجازات، متعود على اليمايل منصور، متعود على النصر منصور، إلى أين يا منصور؟ إلى هالمشرف، إلى أين يا شمق؟ إلى الطي، إلى الطي، إلى مشرف، سلوب سلام منصور بن سيف بن خلفان الغويس، مضمرا متابعا لكل صغيرة وكبيرة، شكرا للداعم الرئيسي لهذا الشعار، سيف بن خلفان الغويس. المركز الثاني أيها الإخوة، لمحمد مسلم بن سيف الدليلة، المركز الثالث حمد بن سبيع الوهيبي، المركز الرابع سلمان بن حمد بن سلمان البلوشي، المركز الخامس أيها الإخوة ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك اللي حلت في المركز الخامس ريمة لسهيل بن علي بن سعيد النعيمي، 6 دقائق التوقيت الزمني، ثانيتين 91 جزء من الثانية، منصور بن سيف بن خلفان لغويص بطلا لهذا الشوط، تهانينا والناموس.